بداية، تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه فيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته للجزائر الشقيقة بدوام الاستقرار والتقدم، وبدوره بادله رئيس الجمهورية التهنئة بذات المناسبة، متمنيا له وللشعب المصري الشقيق دوام العافية والازدهار.